السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة بتاعت النهاردة هنشتغل مع بعض تقارير المخزون. تقارير المخزون متنوعة ومتعددة جدا، من خلالها نقدر نستعرض البيانات للمجموعات اللي احنا أضفناها، المجموعات المخزنية، الأصناف، تقارير الأصناف، ببيانات الأصناف اللي تم إضافتها، تقارير بحدود الأصناف، مواقع الأصناف، تسعيرة الأصناف الموجودة. كل دي تقارير المخزون الافتتاحي ليها، تقارير عامة عن المخزون، وما إلى ذلك من أنواع التقارير. هنبدأ مع بعض بتقارير بيانات المجموعات. هناخد أمثلة من تقارير المخزون، من خلالها هنقدر نتعرف ازاي نستعرض تقارير المخزون او التقارير الخاصة بالاصناف المخزنية. تقارير بيانات المجموعات، اول ما فتحنا الشاشة زي ما احنا شايفين هنلاقي عندنا هنا الهيدر في ظهور الترويسة تظهر او لا تظهر، ووجهة الطباعة، الشاشة، يعني استعرض على الشاشة الاول قبل ما اطبع ولا اطبع على طول، عدد النسخ المراد طبعها في حالة الطبع، لغة الاستعراض عربية ولا إنجليزي، ونموذج الطباعة من أحد السبع نماذج الموجودة على السيستم. إذا أحط عنوان هنا للتقرير أقدر أحطه، لو عايز أعمل تسجيل للتقرير في آخر التقرير خالص حاجة تظهر، بيان عايز أضيفه أضيفه. هنا رقم المستخدم، بختار مين المستخدم اللي بيستعرض التقارير، عايز استعرض من مجموعة كذا، من مجموعة رئيسية كذا إلى مجموعة رئيسية كذا، من مجموعة فرعية إلى مجموعة فرعية، من مجموعة مماثلة، من مجموعة تحت فرعية إلى مجموعة تحت فرعية، من مجموعة مماثلة إلى مجموعة مماثلة، من مجموعة مساعدة إلى مجموعة مساعدة، من مجموعة تفصيلية إلى مجموعة تفصيلية. ممكن أجيبها بالتفصيل زي ما عايز، أو أستعرض بالتفصيل زي ما أنا عايز. ممكن هنا أستعرض التقرير من خلال المجموعات كاملة، أحول المجموعات الرئيسية كاملة أو المجموعات الفرعية كاملة أو ما إلى ذلك. نوع التقرير، إجمالي ولا تحليلي، هنستعرضه مرة إجمالي ومرة تحليلي، كلي على كل البيانات الموجودة الخاصة بالمجموعات، وهندوس هنا على زرار طبعا، وبننتظر تحميل التقرير. المجموعة الرئيسية مثلا، هنا لما اخترنا المجموعات الرئيسية استعرض لنا المجموعات الخاصة بالمجموعات الرئيسية اللي احنا كوناها. عدد المجموعات المخزنية 2 في المجموعات الرئيسية، سلع ومنتجات وأصناف خدمية. في حالة إن أنا عايز أطبع التقرير ده بدوس على علامة الطبع هنا، اللي بتفتح لي النافذة ديت اللي من خلالها بقدر أطبع التقرير. في حالة إن التقرير أكتر من صفحة بقدر أختار من صفحة كذا إلى صفحة كذا يتم طبعتهم، وهنا عدد النسخ اللي عايز أطبعها. لو عايز أطبع التقرير كله بعمل هنا أول وبدوس أوكي. هنخرج ونخش في تقارير بيانات الأصناف. تقارير بيانات الأصناف في تبويبين تحت. التبويب الأول نوع التقرير، ممكن نحدده بالمجموعة أو بالصنف أو من تاريخ الإدخال أو من تاريخ التعامل زي ما أنا حابب. ممكن أستعرضه بنوع الصنف كمان، يعني أقول مثلا استعراض المنتج التام. وهضغط على علامة الطبعة، منتظر تحميل التقرير.
عندنا 7 أصناف موجودين، عدد الأصناف 7. كل الأصناف دي أصناف مخزنة أو أصناف مخزنية قبل التخزين. هنا السيستم بيقول لنا إن اللون الأصفر يعني أن الصنف مخزن، وهنا زي ما إحنا شايفين كل خانات الأصناف بتاعتنا باللون الأصفر، ودي خانات المنتج التام زي ما إحنا شايفينه. أظهر لي هنا الخانة بتاعت مواصفات الصنف بناء على المتغير إظهار العمود مواصفات الصنف. ممكن أظهر في التقرير أي أعمدة أنا عايز أظهرها، سواء العرض أو الوزن أو الصنف، رقم المورد، سعر المورد، الملحقات، المكونات، نسبة الضريبة. أي عمود أنا عايزه يظهر في التقرير بختاره من هنا وبيظهره لي في التقرير زي ما أنا عايز. بعد كده طريقة العرض هنا حسب الرقم ولا حسب الاسم، دي راتبهم إزاي. عايز أظهر عمود الاسم الأجنبي أو أي أعمدة أخرى، نفس الفكرة بتاعت الخانة اللي هي بتاعت إظهار العمود الأولى ديت. بعد كده في خيارات التقرير، هنا أنا مختار له الكل، يعني يظهر لي كل الأصناف المخزنة والغير مخزنة، الموقوفة والمحجوزة والكميات المجانية واللي عليه ضريبة واللي ليس عليه ضريبة والصنف الخدمي، كل أنواع الأصناف. بينما أنا ممكن أختار له أصناف محددة، يعني يعرض لي الصنف الأصناف المحجوزة، الأصناف المخزنة، المحجوزة، وأقول له من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا. ممكن كمان أحدد له من مخزن لمخزن زي ما أنا عايز، استعراض مخازن معينة، هنا ما عنديش أصناف محجوزة. لما شلنا العلامة بتاعت الأصناف المحجوزة أظهر لي كل الأصناف المخزنة، الأصناف الخدمية مش موجود على السيستم أصناف خدمية، أعرض لي الأصناف المركبة وتكون مخزنة. هنا عرض لي الأصناف المركبة فقط من السيستم. وفي حالة إن أنا عايز أطبع، طبعا بدوس على بعد ما بدوس على زرار الطبعة هنا بطبع من هنا، أو في حالة إن أنا عايز أطبع مباشرة بختار الطبعة من هنا وبدوس الطبعة. هنخرج ونخش في تقارير المخزون مثلا، أو تقارير المخزون الافتتاحي الأول. تقارير المخزون الافتتاحي هنا عايز النوع، في حالة في النوع هنا عايزها كميات فقط ولا كميات وتكاليف. أنا عايز أستعرضها كميات وتكاليف، أقول استعرض. هنا نوع التقرير كمان تحليلي، كميات وتكاليف حسب الأصناف. وهنا عرض لي الأصناف الموجودة عندي في السيستم، وحدات القياس بتاعتها، المخزن اللي هي موجودة فيه، المخزون الافتتاحي منها قد إيه، التكلفة الأولية ليها قد إيه، والإجمالي التكلفة. هنا التكلفة الأولية للوحدة الواحدة من الصنف، وهنا إجمالي التكلفة لعدد الوحدات الموجودة. طيب في حال إن أنا عايز أستعرض كميات فقط، هنا عرض لي الكميات فقط بتاعت المخزون الافتتاحي. طبعا احنا بنستعرض هنا المخزون الافتتاحي، فهيشتغل كل التقرير كله على التقرير على المخزون الافتتاحي طبعا، سواء كمية او تكلفة. هنا تحليل الكميات حسب الاصناف، تحليل الكميات حسب المجموعات مثلا. هنا هو استعرض لي المجموعة 1 اللي فيها كل الأصناف ديت،
تحليل الكميات حسب المخازن من مخزن رقم 2 أو من مخزن رقم 1 إلى مخزن رقم 1. في الحالة دي هو جاب لي الأصناف الموجودة في مخزن 1 بالكمية الافتتاحية بتاعتها فقط. في حالة إن أنا عايز أستعرض مخزن 2 مثلا، بغير رقم المخزن، هنا عرض لي المخازن اللي الأصناف الموجودة في المخزن رقم 2 من الإنتاج التام، مخزن الإنتاج التام آسف، وهكذا من أنواع البيانات اللي أقدر من خلالها أستعرض التقارير حسب رؤيتي وحسب احتياجي اللي عايز أشتغل بيه. هنا نخش في تقارير المخزون كمثال. هنا النوع أنا عايزها كمية وتكاليف. من مخزن 2 إلى مخزن 2 مثلا، أو بعد كده بنستعرض. هنا عرض لي الكمية المتوفرة فعليا من المخزون والتكلفة بتاعتها قد إيه وإجمالي قيمة التكلفة للكمية الموجودة هي قد إيه، أو الكميات الموجودة من الأصناف قد إيه. حالة إن أنا عايز أستعرض لغاية تاريخ معين لحد تاريخ معين، بكتب هنا التاريخ اللي أنا عايز أستعرض فيه. ممكن أستعرضها بأنواع الأصناف، الخامات الأولية، الخامات، الإكسسوارات، الأصناف الخدمية، المنتج التام، طبعا نوع الصنف دي اللي أدخلناها من شاشة أنواع الأصناف. هنا على حسب وحدة القياس بتاعة الصنف، ممكن أستعرض وحدات البيع بس، وحدات الشراء بأكبر مستوى، وما إلى ذلك من المتغيرات اللي من خلالها بقدر أشتغل على إظهار التقرير بالطريقة اللي تناسبني. في كمان خيارات متقدمة، ممكن أعمل إظهار للأصناف أو استعراض لتقارير المخزون من خلال الرتبة، من خلال نشاط الصنف، الصنف البديل، أي حاجة، من خلال الدولة، المحافظة، المنطقة، كل ما أحتاج إليه من بيانات ممكن أستعرضها. نخش في تقارير حركة المخزون مثلا. أنا هنا عايز النوع في كميات فقط وفي تكاليف، وفي كميات وتكاليف، هنستعرضهم بثلاث أنواع ونشوف إيه الفروق بينهم مع بعض. هنا هو قال لي الصنف الأول، الأصناف الموجودة هي الأرصدة الافتتاحية ليها هي، الكميات اللي حصل توريد ليها ديت، والكميات المنصرفة هي، يبقى الرصيد الباقي هو دوت. فعندنا مثلا الرصيد للفستان، كان الرصيد الافتتاحي ليه 50 فستان، حصل توريد ل 380 فستان، كده أصبح عندنا إذا عملنا عملية جمع هنا كده، أدي 50 فستان زائد 380 إيكوال 430 فستان، حصل منهم صرف ل 236 فستان، يبقى المتبقي عندنا 194 فستان. فأنا ما بحتاجش أعمل العمليات دي مانيوال زي ما عملنا دلوقتي، بالعكس هو السيستم بيعرضها لي بشكل أوتوماتيك بشكل سريع جدا في التواريخ اللي أنا محددها له، من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا على حسب الفرع والشركة اللي أنا بحددهم له. ممكن أعمل هيدر للتقرير وأعمل له تسجيل كمان من بره، من هنا أحط عنوان للتقرير وأحط تسجيل للتقرير. هنا ممكن أشتغل على تبويب خيارات الأصناف في تقارير حركة المخزون، بقول من فاتورة وكذا، بتاريخ التعامل، من أصناف، من المجموعة المساعدة، من المجموعة التفصيلية،
على حسب الصنف البديل، على حسب نشاط الصنف، الموسم البيعي، الخامة، الماركة، الشركة المصنعة، بلد، أي حاجة من البيانات دي أقدر أستعرض بيها. ممكن كمان أخش في تطبيق بيانات المخازن، من خلاله أقدر أستعرض آسف من مخازن معينة، من أنشطة الأصناف معينة، الأصناف اللي نشاطها سلعي، الأصناف اللي نشاطها خدمي، الأصناف اللي نشاطها صناعي. ممكن أستعرض بمجموعات المخازن بالدول بالمحافظات، كل دي بيانات أقدر أستعرض من خلالها. نرجع تاني للتبويب الأول اللي هو نوع التقرير، هنستخدم هنا التكاليف فقط مش الكميات، وهنستعرض التقرير مرة تانية. هنا أصبح عندنا المخزون الافتتاحي بالتكلفة، والوارد بالتكلفة، والمنصرف بالتكلفة، والرصيد المتبقي بالتكلفة. إحنا هنا بنتكلم تكاليف فقط للأصناف. هنا ممكن أستعرضه كميات وتكاليف. هنا للمخزون الافتتاحي الكمية والتكلفة ليه قد ايه لكل صنف، بعد كده الوارد الكمية والتكلفة ايه قد ايه لكل صنف، وبعد كده المنصرف الكمية والتكلفة لكل صنف، والرصيد المتبقي الكمية والتكلفة لكل صنف من الأصناف. كده احنا قدرنا نستعرض تقارير حركة المخزون بشكل سلس وبسيط، وطبعا كما يتراءى لمستعرض التقارير فهيدخل البيانات اللي هو محتاج يستعرض من خلالها علشان يقدر يستعرض التقرير بشكل سليم. هنخش فيه مثلا تقارير أوامر الإصلاح الخارجية أو تقارير أذون وصرف الأمانات. هنا عن بضاعات الأمانات، البضاعات اللي اتباعت للعملاء لكن هما ما استلموهاش ولسه موجود عندي في المخازن. فنخش نشوف تقارير الأمانات عندنا. هنا حصل عندنا أنا مستعرض بطريقة إذن توريد الأمانات، كان في إذنين، الإذنين في 8912، الاتنين خارجين من مخزن رقم 2. ممكن كمان أستعرضهم عن طريق إذن صرف الأمانات. كان عندنا إذنين برضو. ممكن هنا نستعرض الموضوع بشكل تحليلي، نعمل هنا مقارنة كمية إذن توريد الأمانة مع إذن الصرف. في الحالة ديت هو قال لي إن الكمية في الإذن الأولاني، إذن توريد الأمانات الرقم 1، كان 5، تم صرف منهم بإذن صرف أمانات 3، فلسه في عندنا 2. في الإذن الثاني، إذن الأمانات، إذن توريد أمانات رقم 2، تم حجز كمية 20، آسف، تم توريد 20 قطعة منه، وتم صرف 20 قطعة، فكده الإذن ده اتصرف بالكامل، إذن توريد الأمانات ده اتصرف بالكامل على إذن صرف أمانات، وما إلى ذلك من أنواع البيانات اللي أقدر أدخلها، ومن خلالها أقدر أستعرض البيانات اللي أنا عايز أستعرضها. دي ببساطة فكرة مبسطة عن طريقة استعراض تقارير المخزون زي ما احنا تقارير المخزون زي ما احنا شايفين النظام أونكس بيدينا سلاسة ومرونة في استعراض التقارير بأكتر من وجهة نظر وأكتر من طريقة عرض علشان يلبي كافة احتياجات الرؤية المالية والمخزنية للاستثمار علشان نقدر نتخذ تقارير قرارات مخزنية ومالية سليمة من شأنها إن المخزون يحصل فيه عدم إهدار، وبالتالي يحصل توفير للتكلفة، وبالتالي تزيد أرباح المنشأة. تمنياتي إن المحاضرة تكون كانت محاضرة سهلة وسلسة. تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.